طيب اكو ملاحظة ايضا تلفت النظر، يعني من اجيت انت اكو هدوء في ذي قار، يعني هل اقول او يصح القول انه هذا الهدوء نسبي ام انه هدوء حذر، ام انك قد نجحت فعلا في اقامة علاقات وحوارات واستيعاب لما كان يجري قبلك؟ دكتور نجم، ميزك خشب؟ نعم. ميز مالتك خشب؟ لا، دق على الخشب، يعني ما بيه شيء. أنا قلت عيني عليك باردة. هاي سوالف الناصرية. هاي حسة. ايه، ما انا ما يمي خشب، هذا الطخم كله جلد. ايه، انا هم يمي ميلانين. تنعم الناصريه بالهدوء والسلام دائما. نعم. ان شاء الله تبقى الناصريه هادئه ويعم السلام والامان فيها، وغادرنا حقبه الاضطرابات، والحقيقه هي كانت اضطرابات ومشروعه، لانه ابناء الناصريه كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة بالعيش بكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية في مدينتهم. إن شاء الله احنا ماضيين بترسيخ قيم السلم المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك السياسية في المحافظة. الحقيقة جميع الأطراف السياسية والفاعلة هنا متوافقة على طي صفحة الماضي والانطلاق نحو مستقبل مشرق للمحافظة، والمساهمة جميعا في مرحلة إعمارها إن شاء الله، والجميع متكاتف هنا في سبيل أن تعود الناصرية وذي قار إلى مكانتها الريادية في المجتمع العراقي. طيب الآن أنتم، يعني العراق كله الآن مقبل على انتخابات، يعني كيف تجد الشارع البصري النال الذيقاري؟ هل يعني هذا الامتعاض من القوى السياسية المتواجدة في هذه المحافظة ما زال مستمرا، أم أنهم الآن يتعاملون بسياسة عفى الله عما سلف، خصوصا أنهم مشكلتهم يطلبون دم من المارقين؟ قصدي طبعا الكثير او اغلبيه ابناء ذي قار هم يؤمنون بالعمليه السياسيه والتغيير الديمقراطي الذي تقره صناديق الاقتراع، هي التي تكون حكم ومن تحدد خريطه او الخارطه السياسيه للمحافظه والعراق بشكل عام.